أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. محمد شعبان عبد الله جعفر من محافظة البحيرة مركز المحمودية، الحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم في الفرع الأول، السن 29 سنة. تعلمت القرآن بفضل الله عز وجل من بعد مرحلة الإعدادية، يعني أنا أساسي تربية وتعليم، فبفضل الله عز وجل حفظت القرآن حبا فيه واشتياقا في حفظه وتعليمه وتفسيره، فبدأت أحفظ بالفعل بعد الإعدادية، ثم دخلت الدبلوم حفظت القرآن في خلال فترة الدبلوم على مدار 3 سنوات، ثم دخلت معهد قراءات دمنهور هو أزهري أيضا 8 سنين في هذا المعهد، وحصلت فيه على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ثم دخلت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وأنا الآن في طالب في الفرقة الثالثة في هذه الكلية، وحصلت على درجة الامتياز في السنة الأولى والثانية بفضل الله سبحانه وتعالى، ومثلت مصر أيضا في مسابقة الكويت الدولية عام 2015 وحصلت فيها على المركز السادس عالميا بفضل الله تعالى. هم كانوا بيساعدوني جدا وحفزوني، ويعني كمان كان في مسابقات محلية كنت باخدها، كانوا بيفرحوا جدا وإن أنا اتكرمت وصورت وهكذا يعني، فهم فعلا بيحبوا ان يسمعوا صوتي حتى في المسجد، يعني كنت اصلي في المسجد كانوا يحبوا يسمعوني، الله ينور عليك، الله جميل، صوت جميل وكده يعني، فحاجه كانت كويسه جدا يعني، دافع منهم جميل جدا. امي وابويا كانوا بيساعدوني تحفيز، يعني عمرهم ما تاخروا عني في اي حاجه بالنسبه للتحفيز. رحت المشايخ وحفظت على كذا شيخ وحصلت على اجازات كثيره، فطبعا كان دافع منهم يعني، كنت حاسس لهم فرحانين، فكنت بقى ايه بتحفز اكتر. اولا اشكر السيد الرئيس على هذه الرعايه الطيبه المباركه للقران الكريم واهل القران الكريم في مصر والعالم، فجميع المتسابقين هنا يعني يشيدون يعني بسياده الرئيس يعني في هذا الصرح العظيم، يعني دار القران الكريم حاجه مشرفه جدا للعالم كله، يعني حاجه تحفه صراحه يعني، وكذلك مسجد مصر ومسجد عبد الفتاح الفتاح العليم، فصراحه كان حاجه مشرفه جدا لمصر يعني، وخاصه ان كل المتسابقين هيروحوا بره بلادهم بره ويحكوا اللي شافوه هنا في مصر، ففعلا مصر يعني هي دوله التلاوه، مصر فعلا هي دوله التلاوه، دوله القران الكريم. فطبعا واشكر السيد الوزير على هذه يعني الرعايه الطيبه المباركه يعني.